امكنش محمد ناهري انه يسدد مباشره للمرمى. شرط لفائده الفتح الرباطي ياسين جاريسي. كينفذ الشرط. محمد فوزير. كانت تسديده وتدخل ديال الحارس عزيز الكيلاني. تابعوا من جديد التسديده ديال ادم النفاتي. نذكر بانه اللقاءات ديال الجوله المقبله الجوله الثانيه عشره تحمل لقاءات مهمه. اولمبيك اسفي اولمبيك خليبكا يوم السبت نادي قنيطره الجيش الملكي. الدفاع الحسن الجليدي يستقبل شباب اطلس خنيفرة. والفتح الرباطي يستقبل الكوكب المراكشي. يوم الاحد الرجاء النهضه البركانيه شباب قسم التادله شباب الريف الحسيمي حسين اكادير الوداد واتحاد طنجه يستقبل المغرب التطواني. هذوما اللقاءات ديال الجوله الثانيه عشره من الدوري الاحترافي. وعبد الرحيم طريب كل دقيقه الان اكيد تبان طويله على اكيد الطاقم التقني بالنسبه للدفاع الحسن الجليدي واكيد وليد الكراكي اللي غتمر مرور البرق لانه هو اللي كان كيبحث عن نتيجه كذلك ايجابيه في هذه المواجهه. زكريا حدرف يتمكن من التمرير اتجاه وطرة. محمد علي بام عمر مروان هدودي زكريا حدرف محمد حمامي تمريره في اتجاه زكريا حدرف انطلاقه في الجهه اليمنى. حدرف شنو يعمل؟ حدرف كيرفع الكره والحكم كيقول بانه ضربه مرمى لفائده الفتح الرباطي. تنفذ ضربه مرمى طرف الحارس عبد الرحمن الحواصلي. فتح الرباطي اكيد بانه تاثر بالنقص العددي وبخروج لاعب اكيد بقيمه المهدي البازل امام فريق منظم اللي هو فريق الدفاع الحسني الجديد امام عبد السلام بن جلون. يمكن نقول بانه ما لقاش حلول هجوميه عبد السلام بن جلون ولو حتى الان دخول ادم النفاتي ويوسف القناوي. سعد قرو انطلاقه ديال سعد قرو في الجهه اليسرى صاحب التمريره اللي عطات الهدف. محاوله وليد ازارو ازارو هذه محاوله ما وصلتش لزكريا حدرف. تسديده كانت تسديده ديال باسيريكي وطرا كتضيع. محاوله من فريق الدفاع الحسني الجليدي. يعني تابعنا وليد ازارو اللي وضع الكره امام زكريا حدرف ثم كتوصل الكره لوطرا. اصبح الان مرتد هجومي يوسف القناوي يحاول انه يرفع الكره. بالفعل كيرفع الكره البحث عبد السلام جنون عبد السلام بن جلون ولكن ما وصلش الكره. كان تدخل ديال الحارس عزيز الكيناني. كانت محاوله خطيره لفائده الفتح الرباطي. نتابعوا اعتقد بانه بن جلون ما لمسش الكره. هنا المحاوله كانت ديال وطرة. جوج اللاعبين الان ساقطين فوق ارضيه الملعب. حكم كيضطر انه يوقف المباراه. يعني تابعنا يمكن نقول بانه الجوله الثانيه هي افضل خصوصا تابعنا هدف تابعنا العديد من المحاولات ديال التسجيل. كان سقوط وليد ازارو ويوسف القناوي او لعيب نايف نايف اقرد هو اللي سقط فوق ارضيه الملعب. اذا الشرط لفائده فريق الدفاع الحسني الجليدي. سعد القرو محمد علي بامعمر باسيريكي وطرة يبعد كرة من عثمان ضو يوسف أقردوم وطرة تمرير الكرة الآن باللاعبين ديال فريق الدفاع الحسن الجليدي ومن أكيد ربح بعض الوقت. ايوب لنا حنا نحكي مره في الجهه اليمنى صعود ديال محمد حمامي. حمامي دخل داخل المعترك. حمامي كرفع الكره دائما خطيره. زكريا حدرف سديده وتدخل ديال السنغالي عثمان ضو. كانت محاوله خطيره في عده فريق الدفاع الحسن الجديد والمرتد الهجومي بواسطه فوزير والخطا ان لم يكن انذار. اعتقد سيكون انذار لمحمد حمامي.
كان تدخل ديال محمد حمامي في حق اللاعب محمد فوزير، ثاني انذار في صفوف فريق الدفاع الحسن الجديد. لاحظوا الانطلاقه ديال محمد فوزير، لاعب عنده امكانيات كبيره، لاحظوا الخطا كان واضح والحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه خطا، وكذلك في اشهار الورقه الصفراء الثانيه في صفوف فريق الدفاع الحسن الجديدي بعد اكيد الورقه اللي تلقاها وليد ازارو. كره طويله داخل المعترك العصية، محاولة تدخل ديال يوسف اقردوم كيبعد الكره ويبعد الخطوره ايوب نناح. المرتدات الهجوميه الان اصبحت خطيره لفائده الدفاع الحسني الجليدي. زكريا حدراف دخول ديالو خلال الجوله الثانيه اكيد دخول مؤثر. نناح ايوب نناح اللي بغى يمرر الكره ديالو كتمشي خارج ارضيه الملعب. شرط لفائدة الدفاع الحسني الجديدي. ياسين جارسي باسيريكي وطرا ايوب نناح تدخل ديال احمد جحوح. جارسي كرة طويلة البحث عن يعني عبد السلام بن جلون وعلى اللاعب محمد فوزير. بسرعة الحواصلي احمد جحوح يحاول استغلال الكرة الطويلة، بالفعل كرة طويلة عبد السلام بن جلون. محمد علي بامعمر اتجاه وليد ازارو، هناك مساحات الان امام لاعبي ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي. وليد ازارو هناك خطا. اذا الخطا لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. لاحظوا بان عبد الرحيم طالب كيطلب من اللاعبين ان يكون هناك هدوء الان في التعامل مع يعني باقي دقائق ديال هذه المواجهه. اكيد كنلعبوا تقريبا دقيقه ونصف على نهايه الوقت الاصلي في انتظار الوقت بدل الضائع اللي غيعلن عليه الحكم الرابع. اذا غنتابعوا الخطا وراء الكره محمد علي بامعمر. محمد علي بامعمر غادي ينفذ الخطا، كينفذ كره فوق المرمى، كانت تمريره او المنتظر انها تكون تمريره، ولكن التسديده ديال محمد علي بامعمر مشات جانبا من مرمى الحارس عبد الرحمن الحواصلي. نفذ ضربه مرمى مباشره خارج ارضيه الملعب، شرط لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. كما قلت الاداء اللي قدمه فريق الدفاع الحسني الجديدي في لقاء امام الجيش الملكي، خصوصا انه كان منهزم بجوج صفر ثم العوده في النتيجه باربعه اهداف، فاعطتنا اشارات بانه فريق الدفاع الحسني الجديدي عنده كل الامكانيات باش انه يلعب اكيد ادوار طلعيه في هذا الموسم. ابعاد الكره من محمد النهيري، الراسيه ديال سعد بكرو عند عثمان داو، مانداو في الجهه اليمنى اتجاه عبد السلام بن جلون. عبد السلام بن جلون لوحده صعب جدا، لانه يعني عبد السلام بن جلون انه يلقى حلول هجوميه. وليد ازارو وربعه ديال الدقائق كوقت بدل ضائع ديال هذه الجوله الثانيه. ايوب نناح حكم كيقول ما كاينش هناك خطا او كيخلي يعني الكره ما دامت عند فريق الدفاع الحسني الجديدي، ما دام الامتياز عند فريق الدكالي. لان ضربه مرمى نلعب الان الوقت بدل الضائع، والدفاع الحسني الجديدي في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط ستكون غاليه لانها غتخليه في الرتبه الاولى الى جانب فريق الوداد اللي غادي يجري كذلك لقاء مؤجل غدا الاربعاء بدايه من الساعه الخامسه امام النهضه البركانيه، ومن المرتقب انه يكون لقاء قوي ومهم.
فيما اتحاد طنجة سيواجه فريق الرجاء خارج الميدان. عثمان داو كرة طويلة اتجاه آدم النفاتي. الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ. أيوب ناناح أربعة ديال اللاعبين على ثلاثة ديال المدافعين. تمريرة خروج الحواصلي، خروج موفق لعبد الرحمن الحواصلي. كانت محاولة خطيرة لفائدة الدفاع الحسن جديد، يمكن نقول بأنه لم يتم التعامل معها بشكل جيد وبالتالي ضاعت محاولة من فريق الدفاع الحسني الجديد. عبد السلام بن جلون شرط لبعيدة الفتح الرباطي. فوزير دائما كيحتفظ بالكرة، فوزير كيرفع الكرة داخل المعترك. خروج عزيز الكيلاني، خروج موفق أمام ثلاثة ديال اللاعبين عثمان ضاو، نيف أقرد و يوسف القناوي. تابعوا مرة أخرى التمريرة ديال محمد فوزير وخروج موفق لعزيز الكيناني. أحمد جحوح، نيف أقرد دائما كيحتفظ بالكرة. اتجاه عبد السلام بن جلول، محاولة خطيرة لفائدة فريق الفتح الرباطي. تسديدة وكرة سهلة في يد الحارس عزيز الكيناني. كرة طويلة رأسية ديال محمد النايري. تلعب الآن الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. محمد حمامي حكم رافع الراية، خطأ ضد لاعب عدنان الوردي. هناك انذار لعدنان الوردي. اللي حاول انه يأخر تنفيذ الخطأ اللي وراءه احمد جحوح. بسرعة كيتنفذ الحواصلي، لعب الكرة مع جحوح، جحوح غيلعب كرة طويلة في اتجاه ايوب ناناح. كيوضع الكرة أمام زكريا حدرف كيمرر التمريرة في اتجاه وليد أزارو. خروج الحارس أزارو، الحكم كيطلب مواصلة اللقاء. كانت المطالبة بالخطأ وبضربة جزاء لفائدة وليد أزارو، ولكن الحكم يعني طلب مواصلة اللقاء. غادي نتابعوا المحاولة هنا، المراوغة. مشى وليد أزارو دخل داخل المعترك، كيسقط داخل مستطيل العمليات. الحكم طلب مواصلة اللقاء. تابعوا هذه المحاولة، عثمان ضاو، تدخل ديال سعد القرو. يوسف القناوي كيرفع الكرة، محاولة لفائدة فريق الفتح الرباطي عند اللاعب آدم النفاتي. آدم النفاتي كيلعب الكرة وتدخل ديال مروان هدودي. وفي هذا الأداء الحكم بوشعيب الحرشي يعلن نهاية المباراة بفوز مستحق لفائدة فريق الدفاع الحسني الجليدي بهدف لا شيء، هدف ديال اللاعب لامين دياكيتي اللي كيمنح الدفاع الحسن الجديد ثلاثة ديال النقاط غالية كتخليه في الصدارة إلى جانب فريق الوداد، وبالتالي تشتعل المنافسة على المستوى المقدم. نبغي نشكر كل زملاء التقنيين على الوحدة التاسعة بقيادة الزميل عمر زميتن، ياسين لوزا في الإخراج، هذا هشام فرج، يحييكم، ألقاكم في مناسبة قادمة بحول الله.